يعطيكم العافية. رجعنا لكم مرة تانية بموضوع جديد. أنا الصيدلانية طيب فاروسي، وبدي أحكي لكم على الحساسية الدوائية. حكينا بحلقات حلقة سابقة عن الحساسية الموسمية اللي بيتعرض لها الشخص بالأجواء الخارجية، بعوامل خارجية، وهلأ بدي أحكي عن حساسية الدوائية، التحسس الجسم من الدواء بحد ذاته. شو معنات حساسية الدوائية؟ يعني أنه شخص أخذ دواء معين بتركيبة معينة، صار عنده ردة فعل، ما تقبل الجسم هذا الدواء، صار عنده ردة فعل تظهر بعلامات وأعراض نحكي عنها هلأ بعد شوي. الجهاز المناعي، وهو من أخطر وأهم الأجهزة في جسم الإنسان، أحياناً عن طريق الخطأ بيتعرف على مادة دوائية بياخدها الشخص الإنسان كأنها مادة ضارة، مثل الفيروس أو مثل البكتيريا، وبيبتدي يهاجمها، يعني بيفرز أجسام مضادة، بيفرز مواد. هذه المواد والأجسام المضادة بتهاجم الدواء كأنه مادة ضارة، وبالتالي نتيجة هذا الهجوم تفرز مواد كيماوية بتؤدي إلى حصول العلامات والأعراض اللي هي بالدليل إنه هالجسم تحسس من هذا الدواء. في أدوية كتير هلأ بدنا نحكي عنها ممكن أو متعارف إنه الجسم يتحسس منها ويسبب أعراض حساسية، وأحياناً بتكون شديدة. العلامات والأعراض اللي بتظهر نتيجة الحساسية الدوائية من دواء ما بتكون طفح جلدي، شرع، حمى، ارتفاع بدرجات الحرارة، تورم، ممكن ضيق تنفس. وفي الحالات الشديدة اللي هي تسمى التأق، وهي حالات نادرة ولكنها موجودة، وأنا بعرف ناس كتير صابتهم هذه الحالة، بصير عندهم قيء، غثيان، صداع شديد، إسهال، وممكن أنه يصير عندهم مثل أشواك في الحلق تسبب بالنهاية أنه ضيق في الشعب الهوائية، وضيق تنفس وصعوبة بالتنفس وغيبوبة، ولا سمح الله في إذا لم يتم العلاج السريع وبالحالات الشديدة ممكن أن يؤدي هذه الصدمة التأقية إلى الموت. بالنسبة إلى موضوع الأدوية، الأدوية من أخطر أنواع الأدوية، واللي على ما أعتقد الناس كتير بتعرف فيها هو موضوع المضاد الحيوي البنسلين. البنسلين من أخطر أنواع الأدوية اللي ممكن أنه تسبب صدمات، صدمة دوائية. حمض الأسيتيليك ساليسيليك، مضادات الالتهاب الغير استيرويدية التي تستخدم لعلاج التهاب المفاصل، ومن ضمنها الديكلوفيناك والآيبوبروفين ونابروكسين الصوديوم. أيضاً أدوية التخدير الموضعي، الصبغات المستعملة في اختبارات التصوير، المواد الضليلة، الأدوية التي تستعمل لعلاج مرض السرطان، وأدوية الأمراض المناعة الذاتية. كل هذه الأدوية ممكن أنه تسبب صدمات. وبدي دقق على شغلة أحكيها كتير مهمة، أحياناً الجسم ما من المرة الأولى اللي بياخد فيها الدواء ممكن أنه تصيبه حالة تحسس. ممكن تكرار الدواء عدة مرات هو اللي بيسبب أنه الحساسية الدوائية، وممكن تكون خطيرة مثل ما حكينا. لا يفرز من أول مرة الجهاز المناعي، من أول مرة هالأجسام المضادة، أو يهاجم الدواء كمادة ضارة، ممكن ما من المرة الأولى، ممكن بعد عدة مرات، أحياناً تصدف في المرة العاشرة. لذلك إذا ما تحسسنا من دواء ما معناته أنه ممكن ما نتحسس منه في المرات القادمة. وأنا بشدد أنه ما ناخد أي دواء من هذه الأدوية اللي ذكرتها إلا تحت استشارة الطبيب، لأنه في أدوية منها ممكن أنه تعطى بدون وصفة طبية، مثل مضادات الالتهاب الغير استيرويدية اللي تستخدم كمسكنات ألم والالتهاب المفاصل، ومسكنات ألم أخرى ممكن أنه هي ناخدها من دون وصفة أو حدا ينصحنا فيها. لا يفضل أو لا يجب استخدامها إلا تحت استشارة الطبيب، لأنه الطبيب في هذه الحالة بده يسألك أنت شو عم تاخد أدوية أخرى، شو عم تاخد أعشاب، ممكن كمان أعشاب تأثر، نوعية الغذاء، كل هذه الأمور يجب أنه يعرفها الطبيب لحتى يوصف لك الدواء المناسب، ولحتى أنه نعرف أنه ممكن أنت يصيبك تحسس ولا لا. هلأ نحن ما بنقدر أنه نجزم
انه ممكن يصيبنا تحسس ولا لا، بس نحن لو اخذنا ليست قائمه بهذه الادويه ونتجنب انه ناخذها الا تحت استشاره الطبيب، ممكن انه نتجنب انه حصول الحساسيه الدوائيه معنا. بالنسبه الى في حالات بتزيد عوامل الخطر لحصول الحساسية الدوائية، إذا كان عندنا بتاريخ العائلة أو في ناس بيقربونا عندهم حساسية دوائية من أدوية معينة، ممكن الناس اللي بتتحسس حساسية الموسمية اللي حكينا عنها بحلقة سابقة بتحسسوا من غبار الطلع أو من نبات معين أو من شعر وبر الحيوانات أو من عدة المنازل، ممكن أنه تزيد عندهم فرصة وإمكانية حصول الحساسية الدوائية عندهم. ممكن إذا بيتحسسوا من أغذية معينة، في كتير ناس بتتحسس من الزعتر، من الفول، البقوليات، ممكن أنه كمان تزيد عندهم عامل خطر أنه يتحسسوا من الأدوية. بالنسبة إلى الوقاية، الوقاية أنا فضل أنه يكون كصيدلانية أنه عنا بالبيت على الأقل مضاد هستامين واحد مثل الكلورافينيرامين أو ديفين هيدرامين، وطبعاً أنا عم بحكي الأسماء العلمية، نحن بنستشير الصيدلاني أو بنستشير الطبيب مشان يعطينا الدواء بتركيبته الاسم التجاري. يضل عنا بالبيت في حال حصل حادثة لا سمح الله للتحسس الدوائي، مباشرة نعطي هذا الشخص حبة من مضاد الهستامين لبينما ناخده على المستشفى للعلاج. وضروري أنه ناخذ على، لأنه ما بنعرف كيف تتطور الحالة معه، ممكن تكون حالة تتطور فيما بعد إلى حالة خطيرة، وهنيك بقى بالمستشفى بيحافظوا على موضوع الضغط، على موضوع التنفس، وبينعطى في المستشفى الكورتيزون بالحالات الشديدة، طبعاً حقن بالحالات الشديدة، حالات الصدمات التأقية بيعطى أيضاً الأدرينالين. من المهم جداً إخبار الناس القائمين على الرعاية الصحية والأخصائيين اللي بيشرفوا على حالتنا أو على عائلتنا أو على الحالة الصحية بشكل عام اللي بتخصنا، نخبرهم بالأدوية اللي نحن عم ناخدها، وأيضاً منخبرهم فيما بعد إذا تحسسنا من مادة دوائية معينة إنه نخبرهم بتحسسنا من هذه المادة، يكون اللي حوالينا كمان يعرفوا، أقربائنا يعرفوا بحساسيتنا لهذه الأدوية. نحاول على طول إنه يكون نلبس سوار مكتوب عليه اللي بيتحسسوا، أنا عم أقول مكتوب عليه الأدوية اللي أنا بتحسس منها، أو ورقة موجودة بحقيبتنا دائما يكون شو المواد الدوائية أو الأدوية اللي متحسس منها. في حال حدوث حادثة لا سمح الله واضطرينا نروح على المستشفى، ما كان معنا شخص قريب مننا أو نحن ما لنا كتير عنا حالة الوعي لنحكي، إنه بيكون سوار أو هالورقة اللي موجودة معنا بتغطي موضوع إنه الحساسية الدوائية، مشان يعطينا الطبيب، يعطينا أو القائم يعني أو الممرض يعطينا دواء بديل عن الأدوية اللي نحنا ممكن إنه نتحسس أو اللي أكيد إنه بنتحسس منها. الحساسية الدوائية هي تختلف نهائياً عن التأثيرات الجانبية للدواء واللي ممكن احتمال حدوثها، اللي موجودة طبعاً بالوصفة أو النشرة المرافقة للدواء، وتختلف أيضاً عن سمية الدواء اللي هي بتنجم عن الجرعات العالية الشديدة من الدواء. وبالنهاية بتمنى لكم طبعاً الصحة، وبتمنى لكم يوم سعيد ونهاركم سعيد إن شاء الله، ومنشوفكم بحلقات قادمة ونصائح جديدة. تابعونا.